من قبل العيد ما تقابلناش، بقالنا فترة طويلة وحشيني. فالنهاردة ان شاء الله في اسئلة دايما بتسألني يا ترى انا برج ايه، وخصوصا اللي مولودين من يوم 20 ل 23، يا ترى انا برج انهي برج فيهم؟ يعني مثلا لو هو يوم 20 ل 23 7، يقول لك انا برج السرطان ولا برج الاسد، انا اسد ولا سرطان. ده لو قلنا 20 واحد، هو انا برج القوس، انا برج الجدش ولا برج الدلو. طب ولو 20 2، هو انا برج الحوت ولا برج الدلو. دايما بيسأل لي السؤال ده من يوم 20 ل 23، يعني 20 21 22 23، ال4 ايام دول بنقول عليهم واقع بين برجين. يعني من الاخر انت ما تيجي تشوف برجك بتشوف برج اللي انت فيه، اللي هو اللي قبله واللي بعد. زي ما قلنا من يوم 20 واحد، ده بيبقى برج جدج ولا برج دلو، بتشوف الاثنين الجدج والدلو، لان يعني انت واقع بين الاثنين. يعني انت مالكش مسمى، اسمك اللي واقع بين برجين، مالكش دلو ولا جدج، انت بتشوف الاثنين وبتشوف نفسك. يا ترى انا فعلا حاسس نفسي النهارده هبقى جدج ولا هبقى الدلو. كذلك معظم الابراج او اكتر الابراج بتبقى اللي واقعه بين البرجين دول بتسمى واقع، احنا واقعين بين البرجين. بتشوف البرج اللي هو المقابل بتاعك، اللي انت بقى مسمي نفسك الاسد مثلا، لو انت وانت يوم 20 23 مسمي نفسك الاسد، يبقى انت برضو تشوف السرطان اللي قبل، يبقى انت تشوف برج السرطان البرج اللي قبله. طب لو انا 20 9، تشوف برضو برج العذراء، وبعد كده تشوف برج الميزان. طب و20 10، تشوف برج الميزان وبرج العقرب، وهكذا، عشان يبقى انت كده مسمى بالبرجين، البرج اللي قبل والبرج اللي انت فيه. وبتبقى كده كده انت واخد العشرية الاولى منه، فبتبقى انت فعلا واخد صفات من البرج ده. ما تقولش لنفسك ازاي انا واخد صفات، انا مش البرج ده خالص، لا انا كده بقى اول الاسد لو 23، لا انا 23 9، بقى انا كده اول الميزان، لا انت واخد من البرج اللي قبله اللي هو العذراء. فبتبقى انت كده مسمى بين الاثنين. فعشان في ناس كتير قوي قوي بتسأل على نفسها ان هي ترى البرج ده ولا البرج ده. معانا اتصال، استاذ ياسر. استاذ ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. 6 7 56 6 7 56 28 10 28 62 ايوه تمام 28 10 62 ايوه، والحفيد 13 9 2017. 13 9 كام؟ 2017. 2017 ده الصغير بتاعنا بقى. ربنا يخليه يا رب. ربنا يخليك يا فندم. فاكر فضل حضرتك. ربنا يخليك يا رب. في حاجه معينه تسال عليها؟ الله يخليك. الناحيه الماليه والصحيه لينا انا والمدام. حاضر، عينيا، ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك يا رب. 6 7 56 حضرتك برج السرطان، اللي احنا بنقول عليه دايما السرطان الطيب. هو السرطان طيب جدا، وغير كده بيعرف ازاي ان هو يدي قوي، لانه حتى بيبقى الاقرب للام، لانه دايما بيحس حتى الانسان اللي معاه سواء اخته سواء مراته سواء مامته، دايما بيعايز الحنيه، بيحب الحنيه، ما يعرفش يعيش من غير ما يكون في واحده معاه بيحس منها الحنيه، وخصوصا لما تكون اخد العطف والحنيه. دايما ما تحاسبوش، لا دايما بتحليه بالسيسه، ما تزعلش انت فيك ايه، ما بيحبش الاوامر. لما بيتقلب بيبقى وحش، احنا بنقول عليه ان دايما بيتقلب من كتر الضغوط اللي حواليه، من كتر ما هو شاف اللي حواليه. هنكمل استاذ ياسر بعد ما نخلص استاذه ليلى. استاذه ليلى، الو. ايوه ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. لو سمحتي انا عندي تاريخين ميلاد، تحت 16/7/72 16/7 و16/2/82 82. طب هتسالي على حاجه معينه؟ انا شاكه في حاجه كده، انه على علاقه، شاكه في محله ولا لا؟ 16/7/72 72 تمام. حاضر، اشوف لك دي. حاضر، عينيا، مع حضرتك. اسمع حضرتك. طيب شوف يا استاذه ليلى، 16/7/72 لسه بنتكلم عن برج السرطان دلوقتي. أيوة. برج السرطان ما بيعرفش، زي ما استاذه قايله دلوقتي حالا، ما بيعرفش يعيش من غير واحده. ايوه.
طول ما انت عاطيه العطف والحنيه وكل حاجه حلوه، انت بتلاقيه زي الطفل اللي بين ايديكي. ساعه ما تلاقيه تحول، اعرفي ان انت فيه تاثير من عندك. ايوه اتغير هتلاقي كده. بس هو معاه حاجه اسمها في سنه الميلاد بتاعته اسمها القوس، سنه ميلاده اسمها القوس، يعني هو معاه سرطان قوس. والقوس بيحب دايما ان هو يعني تلاقيه الناس بتحبه، الناس بتقرب منه. انا مش عايزه يكون الشك بتاعك يكون شك، لا هو ممكن يكون شك غيره او شك كذا، لكن انا بقول لك ان هو 16/7 دايما بيحاول يراجع نفسه، حتى لو في اي حاجه من دي ممكن يكون كلام، ممكن يكون بياخد ويدي مع اللي قدامه، لكن مش اكتر من كده، يعني مش اكتر من كلام. لو ما يعرفش يقعد زي ما قلت لسه بقولها دلوقتي حالا، انه من غير ما يتكلم مع واحده، حتى تلاقي اصحابه احنا اصحاب رجاله، بس دايما بيحن للست، بيحب يتكلم معاها بيفضفض مش اكتر. لكن انت احذري الاكاذيب، يعني انت 16/2 انا دايما بقول لبرج الدلو احذر الفتره دي من فتره الاكاذيب، يعني في فتره اكاذيب وخصوصا هتلاقيها من واحده. فاحذري احذري من فتره الاكاذيب دي اللي ممكن توقع، ممكن تخليك عندك هواجس انت مش عارفه الهواجس، رغم انت عمرك ما كنت بتشكي ولا فيك نوع الشك اصلا. لا لا فعلا ما فيكيش اصلا هي الفتره دي. ما انا بقول لك عشان كده بقول لك، لا هو ممكن يتكلم يضحك يهزر، هو ده طبعه، لكن مش اكتر، يعني ما تاخديش منه اكتر من كده خالص. طب في تاريخين ميلاد تانيين في ارتباط، يعني الارتباط بينهم كويس ولا لا؟ حاضر قولي. هو 16/5/95 ده ولد، تمام، و 16/1/99 دي البنت، هو متقدم لها، يعني العلاقه بينهم هتكون كويسه؟ شوفي هو 16/5 برج الطور، 16/1 برج الجدي، 95 احنا بنقول عليه برج العقرب، 99 برج الحوت. العلاقه بينهم من بعض كويسه جدا، كعلاقه هتبقى كويسه جدا كمان بالاكتر، يعني كل ما يفضل مع بعض اكتر كل ما العلاقه هتبقى اكتر احسن واحسن. هو بالنسبه له 16/5/95 هو اللي كان عنده شويه تغيرات وشويه قلق مع نفسه كده الفتره اللي فاتت، وكذلك 16/1 ما كانش فيها راحه، ما كانتش مرتاحه. لا بس ما كانش مرتاحه خالص. فهي لو البرجين دول حاولوا يتلاقوا مع بعض ويفهموا بعض، هيفهموا بعض، حاولوا يعندوا قدام بعض، اقول لك من اصعب العلاقات. ماشي. يعني هما من نفسهم هما اللي هيحاولوا يكونوا لبعض، يا اما هما لو عيدوا مش مرتاحين يبقى مستحسن مفيش داعي. طب والدتي 6/5/51 الحاله الصحيه 5/6 5/11 19/6 لا 5/11/51 مامتك طيبه جدا، يعني 5/11 برج العقرب في 5/11 في الست، تحس انها ست والراجل دايما كلامها بتقوله لك، تحس ان هو زي ما يكون يعني حافظه، ايه ده عارف ازاي، فعندها الحاسه عاليه. طب الصحه؟ الصحه فعلا الفتره اللي فاتت دي ما اقولكيش كان برج العقرب ويليه برج الاسد، البرجين دول كانوا تعبانين جدا الفتره اللي فاتت وما زالوا التعب موجود، لكن انا بقول لك ان شاء الله اطمني عليها باذن الله من هنا لاخر الشهر يبقى تحسن باذن الله ان شاء الله، يعني وطمنين عليها. الحاله النفسيه هتبقى كويسه؟ هي الحاله النفسيه بتبقى صعبه جدا، بس ان شاء الله هتفي هدوء نفسي في اخر الشهر باذن الله ان شاء الله. متشكره جدا. ان شاء الله. شكرا. الله يخليك يا رب. هنكمل استاذ ياسر. 6/7/56 زي ما قلت استاذ ياسر طيب جدا حنين جدا، اللي معاه مش بتاعه دايما، يعني شاغل نفسه بالامور اللي حواليه، مفيش حنيته، ده بامانه. 28/10 هي برج العقرب، الاثنين في توافق كبير بينهم وبين بعض. زي ما قلنا ان شاء الله في تحسن في الصحه، بس انت او هي الصحه عندكم بتبقى الحاله النفسيه بالاكتر هي اللي بتاثر. فانا بقول لك ان شاء الله اللي جاي باذن الله احسن. و13/9 اللي هو برج العذراء اللي هو ابنه الصغير، بقول شخصيه حلوه قوي، عايز دايما حد يبقى ودي معاه، انتوا الاثنين اتفقوا معاه جدا، انت في توافق بينك وبينه وهي بينها وبينه، فالتوافق بينكم كويس جدا جدا جدا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله. زي ما كملنا وقلنا يا جماعه 20/21/22/23 ده اسمه واقع بين برجين، اي حد في الفتره دي بيبقى واقع بين برجين. معانا مروه. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا مروه، اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. قولي لي. كنت عايزه حضرتك تشوفي لي تاريخ 27/8/86 الدنيا هتظبط كده ولا هتفضل زي ما هي كده؟ 86؟ اه انت مرتبطه يا مروه؟
لا مفيش موضوع بيكمل بصراحة يعني، الحمد لله مفيش ايه؟ مفيش موضوع بيكمل. لا الحكاية مش موضوع بيكمل، هو السنة دي او بقالك انت بقالك فترة، بس احنا نتكلم على السنة دي ان شاء الله. مشكلتك يا مروة في برج العذراء انه عامل ايه بقى؟ ان هو بيكملش، يعني هو لو في حاجة حتى بتلاقي نفسك انت يا بعدتي يا الشخص التاني بعد، يا اما تلاقي الموضوع جه وما جاش، تحس ان هو في فرحة ما فيش فرحة، كله شبه بعضه. فانت بتحس من اول السنة حتى مع اصحابك حتى مع ناس قريبين منك الموضوع انا اعرف كتير من اصحابي. بتفصلي يعني، ما انتش يعني انت بتلاقي نفسك انت ما انتش عارفه ومش زعلانه ولا ندمانه. كان الاول بتقعدي تفكري يا ترى طب ليه حصل كذا، لا حصل كذا، لا مش عارف ايه، لا ما عادش بتفكري خالص. انت المفروض من الربع الاخير، وانا قلنا على البرج العذراء الربع الاخير من السنه اللي هو من الشهر الجاي ده، هيبدا في عنده تحسنات حلوه جدا. في حاجه من الماضي هترجع، وفي حاجه جديده هتظهر، وانت اللي هتقرري اذا كنت انت هترجعي للماضي ولا هترجعي للحاضر. فبالعكس تبقى انت زي بيقولوا العصايه في ايدك، انت انت اللي هتقرري انت عايزه ايه، ولا انا هينفع اقول لك ولا حد ينفع اقول لك الا انت اللي هتقرري، بس انت هتاخدي قرار صح. اولا انت شخصيتك عاقله جدا، عقلانيه جدا، فيكي صفات مش موجوده في حد اللي هي الطيبه، صاحبه صاحبتك بتدي وما تقوليش ليه وعشان ايه، بالعكس انت فيكي صفات حلوه جدا. فعشان كده ربنا ان شاء الله هيكرمك الربع الاخير من السنه فيها حاجات حلوه. الناس اللي انت قطعتهم دول يستاهلوا، يستاهلوا يستاهلوا انت قطعتهم، ما تقوليش لنفسك لا انا غلط، لا لا يستاهلوا لغايه ما يعرفوا قيمتك. بيقول لك الواحد لازم يعرف يعني الناس تعرف قيمته، لو جاش عرفت قيمته يبقى انا مش هعرف قيمتي. طب ازاي؟ لو انت طول ما انت عارفه قيمتك انت هتلاقي نفسك انت بتوصلي اللي قدامك انا قيمتي كذا، انا قيمتي عاليه قوي، فتلاقي بالعكس تلاقيهم زي الرز. فعشان كده بقول لك اللي جاي ده اهو هو بقى انت اللي هتتصرفي فيه، وانت اكيد هتطمنينا الشهر الجاي ايه الاخبار. ومعناه ان الشهر الجاي مش الشهر الجاي، لا الباب مفتوح من الشهر الجاي ليك انت، لان يعني برج العذراء خصوصا وبرج الحوت احنا بنقول من الربع الاخير من السنه هو اللي يظبط نفسه بقى، هيبدا يظبط نفسه ويظبط حاله ويشوف هو عايز ايه، هيبدا يقف على رجله صح. فانت مش ولا تترددي ولا بتخافي، انت فيك انت بتخافيش، وده احلى حاجه فيكي، ما تخافيش الا من خلقك بس، وده احلى حاجه فيكم. ما تعمليش حساب حد، اعملي حساب نفسك. اكيد طبعا محدش هينفعني لو عم اخترت صح. ما هو صح يا مروه، اقول لك على حاجه، انت طول ما انت نافعه نفسك وشايفه نفسك صح اللي قدامك هيشوفك نفس ما انت بتشوفي نفسك. لكن انت لو ما عندكش الثقه في نفسك والله ما حد هيثق فيك ولا هتثقي حتى في نفسك. فانت واثقه في نفسك وده صح، يعني انا دايما يعني انا شايفه ابراجك بتقول انت صح. حتى رقمك 27 اللي هو رقم 9 اللي هو بتاع العذراء، يعني انت معاك عذراء عذراء، وشخصيتك صح وقياديه صح. فانت كنت ترتبطي بواحد عارف قيمتك وعارف انت ازاي، صدقيني العلاقه تبقى فاشله 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 فاشله، فشل سريع فوق ما تخيلي. فاحنا مش عايزين تفشل فشل سريع، انا عايزينها طب والسنه اللي حاجه دايما. 86 دي برج ايه؟ ايه؟ 86 دي برج ايه؟ ده اسمه برج النمر، النمر الصيني واخده صفات الدلو، بمعنى عارفه يعني ايه نمر؟ يعني انت شخصيتك قياديه، انا شخصيه قياديه، بتقعدي في اي حته ما شاء الله عقلك سابق سنك، يعني انت عقلك دايما سابق سنك، حاستك بتبقى صح. فعشان كده خليكي ماشيه ورا حسيتك. ممكن يكون في حاجات اتاخرت كتير، بس صدقيني ساعات بيقول لك ايه كل تاخيره وراها خير، يعني وراها خير والاحسن. ممكن انت كنت ارتبطتي وقدر الله قدر الله ما حصلش اي نصيب بعدها بعد فتره سنين، كنت عملت ايه كده احسن، ربنا عاين لك الاحسن الحمد لله. طب في تاريخ تاني ممكن؟ طبعا 10/7/85 هو واحد برضو اموره كده مش مظبطه خالص، عايز اعرف عن اموره. 10/7/85 هو 10، رقم 10 ده هو يدل على انه شخصيه جدعه قوي. رقم 7 هو برج السرطان، يعني هو على فكره عنده الحاسه، يعني هو دايما بيحس. انا ما اعرفش بقى كان هو عارف كده ولا ما يعرفش، هو عنده الحاسه دايما احساسه بيبقى قوي. المفروض ان البرج ده فكر في سفر او فكر انه هيسافر او عايز يتنقل من مكان لمكان، عنده نقلات. هتبقى كويسه يعني؟ نقلات كويسه جدا، وخصوصا الشهر اللي هو شهر 10 عنده نقلات حلوه ليه، ممكن لو فكر في سفر هيبقى كويس جدا جدا. لو فكر من نقله هو ما يعرفش يسافر، هو شغله في مصر بس هو ما يعرفش يسافر يعني، بس هل هيحصل في نقله في الشغل؟ ما بس بقول لك لو ما حصلش سفر يبقى في تنقلات من مكان لمكان. تمام، دي الاحسن. ما يقولش لنفسه لا انا خايف لا ما اروحش لو حصل، لا خليه واثق في نفسه ان هو هيروح نقله حلوه، في نقله كويسه ليه. طب تمام.
متشكرة جدا لحضرتك. تحت امرك، هيمشي منك يا مروه، تحت امرك. فهنتكلم على الاربع ايام، ال 21 22 23 اللي هو 21 ل 23. الاربع ايام دول دايما بيبقى شخصيتهم حتى عندهم الشفافيه، بيبقى شفافين، حساسين جدا من صغرهم وعندهم الحاسه، بيحسوا بالحاجه. ممكن في ناس فيهم بيعلموا الكلام ده او يعرفوا الكلام، في ناس ما يعرفوش، يقول لك انا مش عارف، انا عارف دي الحاجه دي ولا لا. بس ده بيبقى تيجي تشوف البرج، بتشوف البرجين. طب انا يا جماعه اسد ولا برج سرطان؟ لا، انت الاثنين، انت برج السرطان وبرج الاسد. وخلي بالك انت كده تبقى اقوى من برج واحد، يعني مثلا انت لو برج سرطان بس او برج الاسد بس، لا ده انت معاك الاثنين. يعني انت يعني اللي مولود دايما من يوم 20 23 دول في الاسد او في برج السرطان، بيبقى اسد سرطان اسد، بيبقى معاهم الشمس والقمر ككواكب، كوكبين مش كوكب واحد. بيبقى عندهم النظره صح، شايفين اللي قدامهم سبحان الله شفافيه. بيشوف حد مش مرتاح له، بيبقى ده حقيقه انا مش مرتاح له، انا حاسس ان في حاجه. ممكن ساعات بيشد الواحد ويلاقي نفسه مشدود وبيشد اكتر وبيشد اكتر، بيبقى ده احساسه صح، فبيبقى عنده الشفافيه اكتر. معانا اتصال. علا. ايوه. الو، ازيك يا علا، اخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كنت عايزه اسال عن نموذجي 25 25. كام؟ 1980. وطي التلفزيون يا علا. ايوه. 89. الو، هنستناك يا علا تاني، الاتصال قطع. هنكمل. فعشان كده بنقول دايما الاربع ايام دول فيهم حاجات كتير، وناس كتير بتبقى مش عارفة يا ترى احنا ايه. لا ده انتوا اقوى كتير من برج واحد، يعني انتوا كده قويين جدا مع برج واحد. بقى عندكم تشكيلة، بتبقى عندكم حاسكم اعلى، الثقافه بتاعتكم اعلى، بتبقوا حتى في حاجه الكترونيه فاهمين اكتر. في كل واحد تبع البرج بتاعه، زي مثلا لو برج العقرب من 2011 نبقى ده بنقول عليه البرج ده واخد عقرب واخد قوس. طب لو 2010 واخد ميزان واخد عقرب. فكل واحد فيهم بيختلف، دي تركيبه، وكل واحد فيكم بيختلف عن التاني بس للاحسن. معانا اتصال. ام وصايا. ام وصايا، ازيك؟ الله يسلمك. اخبارك؟ الحمد لله. الحمد تمام. لله. تمام الحمد لله. حضرتك عايزه اسال على 30/9 30/9 و91 91 91 تمام. عايز اعرف امورها وكده والزواج والكلام ده. 30/9 91 تمام. و9/9 2002 بتسأل على ايه بقى؟ يعني كل النجاح والحاجات دي. دي واحدة ولا واحد؟ بنت. عيني. حاضر. ومعلش في ولد. تمام. 25/9 25/9 89 89. وانا معلش بقى اخر حاجة. عيني. قوليلي. انا 23/5 68. كام؟ 23/5 68 68؟ تمام. 30/9/91 دي مشكلتها ان هي مترددة. مترددة. جدا. عارفة. جدا. ومحدش ينفع يقول لها الارتباط ده كويس او الارتباط ده وحش، ان بتفضل حتى لو طلع ان كل يعني الحياة الزوجية فيها ثلاث ارباعها مشاكل. واحد ما يفكرش الحياة الزوجية خدها وصل لنهاية، لا تبقى بداية حياة. فدي ما حدش يدخل لها خالص في ارتباط، لغايه ما هي مقتنعه تقتنع، وبعد كده تقول لك انا مقتنعه كذا. دايما تقولها الاختيار ليك انت، دي مش ذات الشخصيه دي، انا بتكلم على الشخصيه دي. دي لازم كده، لان هي متردده ودايما محتاره وحيرانه وحيركم معاها، مش عارفه هي عايزه ايه. 9/9/2002 دي برج العذراء، شخصيه جميله جدا، بتحب تصاحب كل الناس، بتحبش تزعل حد. هي بتزعل، يعني هي بتزعل من اقرب الناس ليها، ممكن يكون اصحابها اخواتها قرايبها، هي بتزعل، بتاخد على خاطرها شويه بس بترجع تسامح تاني وتفوق تاني من جديد. شخصيتها حلوه،
شخصيتها منوعه، فعندها حاجه هي بتحبها وهوايه هي بتحبها يا ريت تنميها لها. 25/9/89 ده برج الميزان، برج الميزان، و89 كتوم، رغم ان هو الميزان زي اللي فوق 30/9 بس هو كتوم. بيجي له حاجات كتير واحساسات كتير بتخليه ان هو متردد، لكن بياخد القرارات بينه وبين نفسه سواء بالصح او بالغلط، لان هو ما بيحبش يكون كتير متردد، لان معاه حاجه اسمها 89 برج الافعى الصيني اللي معاه الطور اللي خليه صبور وبيقدر ان هو يقاوم ويشوف هو عايز ايه. 23/5/68 اللي هو انت معاكي 23 لسه بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هو دايما واقع بين البرجين، برج الجوزاء وبرج كمان اللي هو قبله برج الطور، فبتلاقيكي انت صبوره ومحمله كتير، يعني تيجي على نفسك كتير عشان تسعدي اللي قدامك، برغم ان انت مضغوطه بقالك 3 سنين، هم 5 بس هم 3 المضغوطين قوي، يعني 3 المضغوطين قوي. ايوه، فبدات ان انت فعلا مضغوطه وفعلا حاسه بنفسك اللي انت حتى الحاجات اللي كنت بتحبيها بدات اللي انت خلاص مش معاها خالص من كتر اللي انت فيه، من كتر اللي انت شايله الشيله زي ما بيقولوا، لان سنه الميلاد بتاعتك اسمها الاسد، يعني انت معاكي طور ومعاكي الجوزاء ومعاكي الاسد اللي هي فعلا فعلا محمله فعلا، وبرغم ده كله تلاقي الابتسامه على وشك عشان ما تزعليش حد. فان شاء الله باذن الله انت دمتيكي حتى تشوفي الطور وبرج الجوزاء، المفروض ان الطور والجوزاء ان شاء الله تبدا البيئه اللي عندي هتفك من الربع الاخير من السنه، يعني انت من الربع الاخير من السنه هتبدا الدنيا تتظبط معاكي وتهدى، لان انت بقيتي شده اعصابك، وعلى فكره يا برج بيقول انت عصبيه جدا بس عامله زي البركان لما بتفرقعي مره واحده ما بيهمكيش حد خلاص. فاهدي كده الفتره دي وربنا يكرمك ان شاء الله ورقمك حضرتك الصحه ان شاء الله، ربنا يكرمك في الصحه ان شاء الله، بس انت تبطلي الضغوط لان انت على طول بتلاقي نفسك ما بتلاقيش نفسك، فان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله، لان انت عندك زي ما قلنا التلات ابراج دول هيبداوا التحسن بتاعهم لسه ما جاش، هيبدا من الشهر الجاي لغايه اخر السنه، الربع الاخير ده بتاعك انت بقى، ابداي ظبطي فيك، ان الضغوط اللي الفتره اللي فاتت كانت ضغوط 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 ضغوط، ضربات ضربات ضربات، انت خلاص تعبتي. أيوة. انت شد عصبي، ضغط رجليكي، مش قادره كل، مش عايزه اقول لك كل يوم بموال جديد. ايوه صح، فحرام. طب حضرتك اللي هي 30/9 عايزه اعرف بس بالنسبه للزواج والصحه، يعني 30/9 ربنا ان شاء الله هيكرمها باذن الله، بس اهم حاجه ما حدش يقولها خدي ده، هي مش هتاخده اصلا، يعني هي اصلا اللي في دماغها في دماغها. أيوة. ده لازم ترتبطي بيه، والله ما هتاخده، هي اصلا عشان كده انا واثقه ان مهما قلت لها هي مش هتاخد ده، هي مش هتاخد الحاجه اللي هي بتحبها. أيوة. فهي ان شاء الله ربنا هيكرمها، لان هي المفروض ان في حاجات بتجي لها والله حاجات كويسه، بس هي بتلاقيها بتتخنق، بتتنرفز. أيوة. بتبعد، ما هيش عارفه هي عايزه ايه. أيوة. فانا بقول لك ربنا ان شاء الله يكرمها، ما تقلقيش عليها، على فكره هي فكرها مش وحش، بس التردد هو اللي بيبوظ لها حاجات كتير. بس ربنا ان شاء الله هيكرمها بحاجه هي تكون حباها، لازم تكون حاجه هي بتحبها عشان تقدر تعيش معاها. لازم. بالنسبه لصحتها زي ما قلت الميزان كان تعبان، وكان تعبان كمان خصوصا من شهر 6 اللي فات، بس تعبه ده بيبقى فاهمه نفسيا بيأثر على الصحيه جامد جامد جامد. يعني بيدي ضغوطات ضغوطات ضغوطات، فان شاء الله عشان هي هوائيه حاولي تغيروا لها جو، حاولي تعملوا لها جديد، يعني حاولي تفكي بقى من هي ما بتاثرش مع حد، بس حاولي تعملي معاها اي حاجه بتفضفض من اللي جواها، تفضفض من اللي جواها، لان هي شايله على حاجات هي ممكن ما تشالش، يعني هي مشكلتها ان هي كان زي ما قلنا كان عنده صدمه الميزان، كان عنده تعب الفتره اللي فاتت، في ناس دخلت حتى فيها المستشفى، فالميزان كان فيه فتره تعبان فيها فعلا. ايوه، بس ربنا ان شاء الله يبقى معاها باذن الله الفتره اللي جايه، يعني قريب ان شاء الله تفكر ان شاء الله نسمع كل خير ان شاء الله المره الجايه باذن الله، وتكون فتحت خير عليك ان شاء الله يا رب. متشكره، تخلصي من الضغوطات الحمد لله، هيمشي منك مع الف سنه منورانا. فاحنا بقى عشان ما نطولش في الارقام، بس هي الارقام دي رغم ان هي ممكن الناس شايفينها ده لا كلام بسيط، لا اديك شايفين حاله 23 بتبقى شايله بالاثنين، وطور وجوزاء بتبقى مثلا شيله 2 معاها حمل وبرج حوت، او معاها حمل وبرج جوزاء، معاها حمل وبرج طور، معاها طور وبرج جوزاء، هكذا، فبتبقى مشيله ومحمله، بتبقى اخده الفرحه وفي نفس الوقت اخده الكبت بتاع الشهر اللي قبله. معانا اتصال عبير.
ايوه زي حضرتك. ازيك يا عبير؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. لو سمحت، عندي تاريخين ميلاد، اختي 8/7/78 وجوزها 28/12/65. الصحه وبالنسبه للشغل اختك برج السرطان، جوزها 28/12 برج الجدي. انا ما انكرش ان العلاقه بينهم ومن بعض كويسه متماسكه. بس انت بتسالي على ايه بقى؟ قلت لي الصحه بالنسبه لجوزها والشغل، وهي صحتها والعلاقه بينهم ايه يعني؟ كويسين تمام. هي كصحتها على فكره هو اللي تعبان بالاكتر كمان، يعني 28/12 تعبان. هو فعلا هو اللي عنده تعب وعنده تغيرات السنه دي. برج الجدي تعبان جدا، سواء من اولاده، سواء من نفسه، سواء من الناس اللي حواليه، سواء في شغله، هو مش مرتاح. بس برغم ده كله ان شاء الله، يعني زي ما بيقولوا ايه، ربنا عين له حاجه كويسه قوي الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التعب ده هيتحط له في حاجه كويسه قوي في الربع الاخير، وخصوصا الشهور الاخيره، ممكن شهر 11، شهر 12، شهر 10، المهم في الاخيره، في الاخيره خالص دي بيجي له طاقه نور، في حاجه كويسه قوي جايه له، هيبدا فيها تحسن. جوز اختك اصلا ده كتوم، ما بيتكلمش، كتوم، ودي مشكله بتخليه في الاخر بصوا راح فين، ده تعبان، ده وقع، هو مشكلته في كده، فتلاقيه مكتوم 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 صعب. اختك لا، اختك عايزه اللي يفضفض قدامها، ما بتحبش الكتوم، الكتوم ده بيبوظ لها اعصابها. هي بدات عصبيه بسببه، عصبيه، بدات كتومه. بدأت كتومة ازاي؟ بدأت انها قدامه كتومة، لكن من وراه خلاص بدأت انها هتنفجر، لان هو مش عايزة تتكلم، حتى لو هي اتكلمت مش هيرد عليها. فده بقت المشكلة. يعني هي تسمعه وتسكت. هي بتسمعه وتسكت، هي من جواها بتغلي على فكرة، هي بتسمعه وتسكت عشان تشوف اخرته ايه. بعد كده بتكتشف ان تيجي تتكلم ومش عايز يسمع حاجه خالص، مش عايز يسمع ولا مشاكل ولا عايز يعرف اي حاجه ولا اي حاجه، وهي لازم تنتحل. فهي بدات اصبحت هي الست وهي الراجل في المكان اللي هي قاعده فيه، هي بقت كل حاجه اصلا. هو مش عايز ان هو يتحمل اكتر من كده، هو محسس نفسه ان هو خلاص انا تعبان، برغم ان هو انا ما انكرش ان برج الجدي يعني مضغوط، بس مش للدرجه ان هو برج يرمي على برج السرطان. ست السرطان متحمله، متحملة جدا، وخصوصا مع اولادها متحملة جدا. ابنها 23 11 97 ولد. تمام. عايز على ايه؟ بالنسبة للتعليم وطبعه، هو عصبي برضو على فكرة، هو واخد من الاب كتير، واخد من بابا كتير، يعني مش هيبان دلوقتي لما يكبر، بس هو اخد من بابا كتير. هو ممكن يعني ايه في حته الفرفوش ويتكلم زي ما هو عايز، بس لما يكبر. هو تاريخ ميلاده 12/11. هو تاريخه 12/11؟ 12/11 سنة كام؟ 97. طب كده احسن شوية. كده احسن؟ 12/11/97. هو برج العقرب، هو طبعه اصلا الصمت، الصمت طبعه. مش حكاية ان هو عشان يسوق البرود، لا ده طبعه. هو على فكرة شاطر ذكي، بس الله اعلم بقى مشغل دماغه في المذاكرة ولا مشغل دماغه في حاجة تانية، لان هو دماغه ذكية اصلا. ايوه، هو اصلا كتركيبته هو دماغه ذكي خارقة. بقولك عامل زي بالظبط لما تقعد تحوز حاجة ولا تقول حاجة، هو دماغه ما شاء الله صاحية، بس الله اعلم بقى هو مشغلها ازاي. برجه الروحي اللي هو البرج بتاعه اللي هو سنة الميلاد بتاعته مع حاجة اسمها الجدي برضه، بس مش زي البرج اللي قبله كان جدي جدي، لكن معاه عقرب جدي، بيفكر اكتر، بيفكر بس هو ما بيحاولش يقول، كتوم برضه ما بيقولش. معلش، تاريخين ميلاد تاني بعد اذنك يا استاذه منى. سوسن اختي 2/4/83 وجوزها 27/8/73. 83 برضه؟ هي 83. هي 2/7/83 وهو 27/8/73. 73 هي 2/4 صح كده؟ ايوه. بالنسبه للصحه بصي، اختك دي حموله، برج الحمل جداً. حموله جدا، بس هي من النوعيه اللي بتكتم جوه نفسها بقى، عكس اختها الثانيه. الثانيه بتطلع،
دي بتطلعش، دي كتومة وحمولة وصبرة زي بيقولوا، وطيبة جدا. هي ساعات بصي بتفيض بس طيبة، يعني هي طيبة بس غصب عنها، بتشوف عايزة تشوف ايه اخرة الموضوع، ايه اخر اللي هيحصل، ايه ان شاء الله الجاية احسن. 27/8 برج العذراء، احيانا بيبقى لسع اللسان، هو طيب هو كير بس احيانا. 73 معاه حاجة برضو اسمها برج الجدي، تحسيه السنة دي مش هو، متغير خالص، وعنده استعداد يبيع اي حد، ومش زي الاول اللي هو الترحيب، لا الكذا لا كذا، ياخد ويدي ما عادش خالص. فهو عنده تغيرات اصلا، يعني يا ريت لو في اي حاجه تحاول تعدي السنه دي، ان هو بصي مش فارق معاه حاجه، عادي جه جه راح راح، هنا 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 هنا، فهي شايله كتير، هي شايله كتير بس ما بتتكلمش. ايوه لا اه، وتخاف على اللي بتتكلمش، دي تخاف عليها اكتر من اللي بتتكلم. طب بالنسبه للحاله الماديه وضعها ايه؟ هي المفروض ان الحاله الماديه ان هي كان جاي لها فلوس، او مستنيه فلوس، او في دخلت فلوس، كان حاجه زي كده. للاسف هي كل يوم بتستنى حاجه، او دخلت دخل مادي، ما فيش دخل مادي زي ما هي عايزه، بس المفروض ان في دخل مادي جاي لها، او في فلوس جايه لها. الله اعلم بقى الفلوس دي كانت مجمده، كانت جايه لها من حته، كان هي عينه مع حد، الله اعلم، بس في فلوس. طب 1/10/80 ولد اخويا، 1/10/80 بالنسبه للجواز والحاله الماديه، ولو في سفر؟ لا بص، لو سفر يا ريت والله الفتره اللي جايه دي، ان في سفر هيبقى مفتوح، باب السفر مفتوح، اللي معاه حاجه اسمها الاسد، فعنده حاجات كويسه في شهر 10، يعني شهر 10 كويس جدا معاه. هو كالارتباط ما حدش يتدخله في ارتباط، ده يستحسن يعني، لان هو لازم هو اللي يختار، لانه يبقى هو اللي اختار. طب لو في مثلا، طب لو في معاه علاقه بين 27/12/84، العلاقه بينهم ايه؟ 27/12 84 84 اه، طليقته لو في عايز. لا ما ده جدج. اه العلاقه جدج. بينهم هو حصل انفصال، هو يعني اساس ان هو يرجع، هو متردد اصلا في حكايه الرجوع على فكره. هو هي مش يعني ما فيش رجوع بينه. وانا ما رجحش ان البرج ده يبقى للبرج ده خالص، البرج ده لو سفر سفروه، ارتباط ما ترتبطلوش، هو تدخله في ارتباط خالص ليه الفتره دي. برج الجدي معاه صعب، ده برج الجدي بيجيب لبرج الميزان احباط فعلا. ما ينفعش، ده مستفزه جدا. ايوه فما ينفعش، ما كانوش في راحه بينهم، ما فيش راحه خالص. يعني انت بتتكلمي الحاله الماديه والشغل ليه السفر، لو السفر هو 1/10 يفكر ما شاء الله هينجح جدا في السفر، شهر 10 في سفر حلو، لو هو يقتنع بالسفر او ان هو حط دماغه في رجليه في السفر هيطلع سفر، لكن طول ما هو فكر في رجوع انا ما برجحلوش الرجوع، ان هيرجع تاني هيبقى في مشاكل تانية اكتر من الاول. كلام حضرتك سليم. طب 16/7/72 لو في حاجه عاوز يبيعها، الظروف دلوقتي ابيع ولا ما بعش؟ 16/7/72 ده جوزي. في معدة عاوزة ابيعها، بس يعني حد يجي يتكلم ويرجع، ابيع دلوقتي البيع في مصلحتي دلوقتي ولا اجله؟ والله يبقى التأجيل كمان شهر بالظبط، يعني على اخر 9 اول 10 هقول لك اعملي اللي انت عايزاه. بالنسبة لبرج السرطان اي شغل او اي حاجة يوقفها لحد لغاية شهر دخول شهر 10. دخول شهر 10 شهر 10 كويس جدا لبرج السرطان. طب 12/12/2001 بالنسبة للارتباط، 2001 شوفي برج القوس ده ما تخافش عليه، دي واحدة يعني صح؟ أوافق على لو في ارتباط حاليا أوافق عليه ولا أجل؟ دي بنتي طب أجلها. البرج بتاعه إيه؟ هي 12، لا أنا بالنسبة بصفة عامة هي في التعليق. لا هو السنة دي احنا برج القوس، السنة دي احنا ملك الابراج، السنة دي هو برج القوس. فلو في حاجة السنة دي، وخصوصا كمان الربع اللي احنا فيه ده الاخير، بيبقى كويس جدا ليها. يعني كويسة جدا جدا ليها، بس هي طبعا دماغها حلوة، دماغها سابقة يعني سنها. فانت تسأليها لو هي وافقت خلاص، يعني دماغها هي بتشوف اكتر ما انت بتشوفي كمان، يعني هي بتلاقيها لها نظرة حلوة جدا. فهي بالنسبه للموضوع ده لا، باب الارتباط مفتوح معاها. طيب 16/1 اللي حضرتك قلت لي 99 في التليفون اللي قبل كده، ان الارتباط مع 16/5/95 كويس جدا، بس هي تقلل حته العند او طب يعني تتعامل ازاي؟ هي من نوع اللي دماغها ناشفه، هي مشكلتها دماغها ناشفه، هو دماغه ناشفه.
وهي اللامبالاه وهو احيانا بيبقى لا مبالاه، والاثنين لو وقفوا قدام بعض كاستفزاز بيبقوا صعبين جدا. فهي لازم حد فيهم يتنازل، وهي لازم هي اللي تتنازل مش برج الطور. يعني برج هي الطور هي اللي تتنازل. لازم تتنازل في الاول لازم، وبعد كده بيتفهموا واحده واحده. ما هو الوقت هو حاجه يعني مش هيتغير، وهي مش هتتغير، التركيبه بتاعتهم ترابيه هما الاثنين. ايوه. فانت ازاي بنعرف نغير؟ لا لازم هي تبدا في الاول عشان يقدر هو يقول لنفسه ايه، هي بدات مره انا هبدا الثانيه. بيبقى كده في ود واحد اثنين. ما ينفعش ان انا اعند واقول هو هيسمح وهيعدي او هو اللي يعمل الاول. لا يبقى انت كده غلطانه. لا ما ينفعش. لكن هو يعني كشخص كويس هو شخص كويس زي ما قلت لك، ممكن الاثنين يعيشوا اجمل سنين حياتهم، وممكن هما الاثنين يعيشوا اسوأ ايام حياتهم، هما اللي بايدهم. وشكرا يا مروه. فزي النهارده كده قلنا على فكره الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها دي جدا هتفيد ناس كتير كتير، الافات كتير 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 جدا، وهتبدا انها تدور على البرج بتاعها. صح معانا صابرين؟ الو، ازيك يا صابرين؟ ازي اسكندريه؟ كل سنه وانت طيبه. الحمد لله وانت طيبه يا حبيبتي. كنت عايزه اسال على برجي 15/11/96 الارتباط. ارتباط مع حد معين ولا انت سايباها مفتوحه تسالي؟ لا لا المفتوحه لسه. تمام مش تمام. بخصوص السنه دي. حاضر. يعني انت عايز تسالي على 15/11/96، انت برج العقرب؟ لكن العقرب الذكي اللي هو مش العقرب بقى اللي هو طيب وكل حاجه، بس مش العقرب الطيب اللي هو بيأذي نفسه. لا انت عارفه ازاي انت ماشيه على خطوات انت فاهماها ذات نفسك. 96 معاك القوس اللي هو عنده ارتباط بالفعل ان شاء الله ان شاء الله السنه دي، يعني عنده حاجات كويسه السنه دي، هيبدا يقول لنفسه انا بدور على نفسي صح. وانت كده مشتركه بين عقلك وقلبك وده كويس جدا جدا. الفترة دي المفروض ان انت عندك من شهر 6 اللي فات باب الارتباط مفتوح عندك لغاية لغاية اخر السنة مفتوح عندك برضو. فانت بتقولي لنفسك دلوقتي ايه الجديد؟ الجديد عندك يا ستي ان انت هتفكري عقلك وقلبك، عقلك اول وبعدين قلبك، وده كويس قوي. فانا عايزاك تعرفي وتأكدي ان السنة دي فعلا وانت دي هيجيلك احساس بكده. انت برج العقرب اللي عنده دايما الحاسة الستة باحساسك، بس عايزك تفكري وانت فعلا دماغك كويسة. طب وبخصوص 5/2/63 الصحة دي ماما ولا بابا؟ ماما. انا بقول ان برج الدلو كان الفترة دي تعبان، بس مش تعبان التعب اللي هو بيقول عليه ايه خلاص، لا ده هو تعب النفس اللي اسرع الصحي، اسرع القولون، ياثر على العظم، ياثر على الصداع العصبي، يلاقي نفسه حتى كتافه عظمه مش قادر، ده كل ده من النفسيه اللي عنده. مامتك باذن الله على فكره مامتك طيبه جدا جدا، وخصوصا كمان سنه الميلاد بتاعتها معاها حاجه اسمها حوت ومعاها حاجه اسمها دلو، انها دلو وحوت مع سنه الميلاد 63، ده بيخليها ان هي يعني طيبه ما بتحبش المشاكل، دايما احساسها بيبقى صح، دايما تقول لك احذري كذا، خلي بالك من كذا، هي دايما بتنصح. بس بقول لها ان شاء الله هتبقى زي الفل، وان شاء الله انت هتكلمنا على اخر الشهر ده هتقولي ما هو بقت تمام و100 100 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. باذن الله يا حبيبتي، مع الف سلامه. في بقى موضوع تاني هنتكلم فيه اللي هو موضوع الابراج، للناس كلها بتتكلم فيه، يا ترى الابراج اتغيرت ولا ما اتغيرتش، يا ترى دي اشاعه ولا ده صحيح، ويا ترى حقها في حاجه اسمها برج حواء وبرج حامل الثعبان. انا ولا بقول في حواء ولا في حامل الثعبان اللي هو البرج اللي كان بين برج العقرب وبرج القوس، ما فيش الكلام ده خالص، كل الكلام ده اي كلام في اي كلام. الحكايه طلعت ايام العيد قبل العيد بحوالي 5 6 ايام، والناس كلها سالتني ودخلت لي يا ترى في كذا، انا بكذب وبقول ما فيش كلام من ده خالص. احنا يعني انا اسد، انا اسد، غير دلو دلو، جدي جدي، حوت حوت، كل واحد ببرجه. حتى انتوا هتلاحظوا كده، يا ترى انتوا حسيتوا بصفات شخصيه فجاه فجائيه مختلفه؟ معانا تليفون. استاذه دعاء. ايوه. ازيك اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. قولي لي ممكن تعالي حضرتك شويه عشان مش سامعاه قوي كده. سامعاني كويس؟ طب قولي لي ايه عايزه شهر 7؟ كام 7؟ هو ده خطيبي. 7/1/7. 1/7. وانا 22/6. طب سنه الميلاد بقى؟
إيه انا 94، بس انا مش عارفه هو سنه الميلاد بتاعته ايه. بينه وبينك كام سنه؟ إيه هو عنده 32 وانا عندي 25. تمام، هو كمل 35؟ إيه لا هو عنده 32، قصدي هو كمل 32 خلاص. يبقى هو مواليد 87. تمام. انت عايز تعرفي التوافق بينك وبينه، هو برج السرطان وانتي وقع بين برجين، برج الجوزاء وبرج السرطان. ايوه، يعني انت واخده الجوزاء واخده السرطان، يعني ليكي تشوفي الابراج وتشوفي البرجين، بتدوري على التوقعات الشهريه، بتدوري على التوقعات الاسبوعيه، بتدوري على السنه الجديده، بتشوفي الاثنين مش حاجه واحده. انت يا ترى كنت عارفه المعلومه دي ولا لسه؟ انا ما كنتش عارفاها والله. لا طبعا لازم تدوري على البرجين، برج الجوزاء وبرج السرطان، بتلاقي نفسك منوعه، رغم ان هو برج السرطان بس انت هتلاقي نفسك مختلفه شويه عنه. دي حقيقه. تلاقي نفسك انا مثلا بحب اكل كذا، انت بتستغربي ان هو ما بيحبهاش. انا مثلا بحب الخروجات وبحب ارسم، بعمل انت، هو بيحبش الخروج، بيحب دايما على فكره، هو بيتوتي الشخصيه دي، مش من النوع اللي بيحب يخرج على طول، يعني يقول لك ايه، وبيحب الاماكن الهاديه، ما بيحبش الحاجات اللي فيها دوشه. ايوه صح. هو انت بقى ممكن بصي، انت بتحبي الهيصه، ساعات بتحبي من ده ومن ده، يعني ساعات مره تحس الهدوء ومره تحب الهيصه، انت دايما حاجه وعكسها، انت كده، انت فيك الحته دي. هو لا، هو بيحب الهدوء. طب هو يعني، هو حضرتك هو يعني بالنسبه للحب بيننا ايه؟ ولا الارتباط عامه؟ انا ما انكرش ان في توافق، في توافق، بس هو شخصيته زي ما انا قلت لك شخصيه بيتوتيه، يعني من الاخر ما بيحبش اللي قدامه ان هو يتنرفز عليه. انت يعني انت هتغيري منه كتير، انت يا دعاء هتغيري كتير منه، هتحاولي تغيري منه، وده مش وحش، وان هو شخصيه ممكن تتشكل، يعني ممكن انت تغيري واحده في واحده في واحده في واحده، هيعرف طباعك، لان انت شخصيتك هتلاقي نفسك انت مستغربه نفسك، تقولي لنفسك هو انا يعني مش حابه ده، لا انا حابه ده، لا انا عايزه ده. شخصيه متقلبه شويه، انت شخصيتك متقلبه، فهتلاقي نفسك انت لوحدك، انت بتغيري مع نفسك وتغيري معاكي، لازم تغيري معاكي، ولازم تعرفي من دلوقتي انت بتحبي ايه وبتكرهي ايه، لازم من دلوقتي، عشان برج السرطان بعد الجواز بيتحول، راجل السرطان بعد الجواز بيتحول، بيبقى راجل تاني خالص. طب وبالنسبه للشغل والفلوس وكده، انت بتشتغلي؟ انا المفروض ان انت الشهر ده عندك حاجه كويسه في الشهر، احنا في ده في شهر 8، كان عندك شويه دربكه الفتره اللي فاتت في شغلك، بدات خلاص بقى تتمسح، المفروض الشهر ده في بقى خلاص بقى، يعني بيقول لك ايه، نتريث الفتره دي، فعلا في تريث الفتره دي، وفي هدوء عن اللي فات، عن 7 وعن 6 وعن 5، وخصوصا كان 5، كان في شويه دربكه كتير قوي. يعني الشهر الجاي دوت هيبقى تمام معايا؟ لا كويس، احنا من الشهر ده والشهور الجايه كويسه جدا معاكي. طب هو في شغله؟ اه المفروض ان عنده تنقلات، برج السرطان عنده تنقلات للاحسن مش للاوحش، للاحسن، في عنده حاجه كويسه الفتره اللي جايه. يعني حضرتك يعني اخده وانا اغير فيه ولا لا؟ انت لازم تغيريه واحده واحده، ما تقولوش انا بغيرك، لا واحده واحده، مثلا تقول له ايه، انا بحب كذا جدا، انا مثلا ما بحبش كذا، ما بحبوش، او بيبقى عنده خلفيه اللي انت فعلا ما بتحبي كذا وبتحبيش كذا، يبقى خلاص هو اخد الخلفيه. ما ينفعش تقولي لنفسك بعد ما نتجوز انا هعرفه انا بحب ايه وبكره، الا بالعكس، يبقى كده انت جبت مشكله لنفسك ومش هيتغير، وممكن يتشكل من الوقت. بعد الجواز بيبقى فاهم بقى خلاص، هي قالت لي، هي عرفتني، ودايما بيجي بالحنيه، ما ينفعش يجي بالعنف ابدا، لازم تسايسيه وانت بتتكلمي معاه، لازم يبقى في سياسه، وانت شاطره في الحته دي خلي بالك. انا فعلا شاطره. لا انت شاطره جدا، وبتعرفي بتجيبيها له ازاي، وده احلى حاجه فيكي، بتعرفي تظبطي امورك ازاي، يعني هتسيسيها، اخده يعني. هتعرفي هتعرفي هتعرفي، لان انت عندك الحته اللي انت بتعرفي ازاي داخله، انت بتعرفي ازاي داخله، رغم ان هو عكس، ممكن هو يقوم قايل لك كلمه بيستفزك، بس انت بقى ايه، بسرعه بتحاولي تمتصي غضبك، لان انت معاك الجوزاء، اللي هو شفت بقى الجوزاء خدمته في ايه، ان هو بيقدر ان هو بسرعه ينسيك الموقف اللي حصل دلوقتي. صح. لو برج السرطان ما بينساهوش اصلا. ما بينساهوش اصلا؟ لا ما بينساش، هو بيتناسى بس.
بس واحده 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 انت بتبداي ايه بتنسي الحاجه دي معاك الجوزاء، فبيخليكي ان انت بتخشي بسرعه بالضحكه بتحاولي تغيري الموضوع، فبتلاقي الموضوع خلاص بخ زي بيقولوا. وشكرا يا دعاء، مطمنين عليكي دايما. هنطلع فاصل وراجعين تاني هنكمل كلامنا، هناخد دعاء اول وبعد كده نكمل. معانا دعاء. اي يا دكتوره، ازيك يا دعاء؟ اي حبيبتي معاكي. اي دكتوره، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دكتوره انا كنت كلمت حضرتك قبل كده مرتين، قلت لحضرتك ان انا مواليد 10/8/76 وكان جوزي 1/9/81، وكنت انا قلت لحضرتك ان احنا اخر مره كلمتك قلت لك ان احنا حصل انفصال كده، يعني حصل طلاق مش انفصال بس يعني، ومش عارفه بقى راي حضرتك ايه في حالتي انا وهو يعني. طيب تمام، يعني هو حصل انفصال لانه كنت انا قايل لك برج العذراء كان بيقطع. تمام، وبعد كده لما بيتلاقي نفسه بيتكشف بيحاول ان هو يعمل حاجة تانية عشان محدش ياخد باله من الاوانية، بيخش على التانية. بالظبط، وده حله زي ما انا قلت لك، في احتمال كبير يبقى الربع الاخير في السنة اللي احنا فيها دي يكون في رجوع. احتمال كبير جدا، احتمال كبير جدا. وانت لو قررت اذا كنت هترضي ترجعي او ما ترضيش ترجعي. يعني انا ذات نفسي هقول لك ارجعي ولا ما ترجعيش، ما اقدرش اقول لك ارجعي او ما ترجعيش، انت اللي هتاخدي القرار انت. ما انا كنت عايزه اخد راي حضرتك في حاجه زي دي. ايه؟ كنت عايزه اخد راي حضرتك في ما انا سبقتك بقى وبقول لك، لان هو دي حاجه ترجع لك. اولا برج الاسد معظمهم مثلا داسوا على القديم، حتى القديم لو رجع هم عاطين نفسهم حق بالكبرياء. تمام؟ برج العذراء عايز يغلط ومحدش يقول له انت غلط، وثم تمسكيه وخاصه قفشتيه بالحاجه دي او حسيتي بنفسك اللي انت خنقتيه، بيبدا ان هو يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يحسس نفسه ان هو برضه صاحب الحق، مهما وربما الغلط موجود. الغلط ممسوك، يحسسك ان هو لا انا ما غلطتش. بالظبط، انا ما عملتش حاجه. ابدا، وانت اللي هتتاسفي وانت اللي هتقولي انا اسفه. ازاي انت تقولي انا اسفه؟ واحنا الاسد صعب ان احنا نقول اسف. لا طبعا احنا مش هنقول اسفين لان احنا ماسكين. طبعا. فانت بقى يعني لو هو رجع، هو حاول يرجع او حاجه؟ لا ما حاولش، بس انا كانت اخته كلمتني وقالت لي ان هو كان ندمان جدا بعد الطلاق. وكان مصدوم وقعد يفتكر كل حاجه كويسه كانت بينكم، ومصدوم ليه يعني حصل كده، وان هو كان مذهول يعني، حتى هو قاعد قدام المأذون كان مذهول من ان الطلاق بيتم يعني، وقال ان هو عمره ما زعل على حاجه في حياته قد ما زعل ان انا وهو سيبنا بعض يعني، وان احنا حصل طلاق. هو فعلا عنده رجوع. واقول لك على حاجه، انت اللي هتقرري. انت برج الاسد وشخصيتك 76 شخصيه قويه جدا، وحسيتك في الاحساس ما اقولكيش رهيبه 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 بجد. فعلا. ولما تكوني مخنوقه منه بيبقى على حق. تمام؟ ببقى حاسه. ايه فعلا حقيقه. انت بقى في حاجه، انت فعلا نتكلم بصراحه، سيبك بقى ان انا مثلا لا انا مش عارف ايه، لا سيبك بقى الراجل والست مفيش بينهم من بعض كرامه. بس انا في الحب خصوصا او في الزواج او بينكم من بعض عيال. نتكلم بصراحه، انت عايزه ترجعي له؟ بصراحه دكتوره محتاره. لا الاسد ما شفتش منه كده، مستحيل. لا انت مش برج الميزان عشان تحتاري. من جوايا رافضه كل تصرفاته ورافضه حاليا. واللي خلاني اتصل بحضرتك ان انا كنت في مسجد وبصلي، وبعدين واحده ست كبيره يعني عارفه عرفت الموضوع مني. تمام. قالت لي على فكره هو هيروح وهيرجع وهيلف وهيدور وهيرجع لك تاني. ما هو 90% انا متاكده انه هيرجع، متاكده. قالت لي هيجي لك وهيرجع لك ويرجع حاجه تانية متغير وندمان ومتغير خالص عن مكان الاول. بس انت المفروض تاخدي قرارك وتحددي من دلوقتي. ما هو انا لسه بقول لك. لا لا بس اقول لك على حاجه عشان تريحك. لان طبعا انا ما ينفعش اقول لك ده ولا لا وانت ما انتش عارفه. في قرار حلو قوي، معرفش انت ممكن يعجبك او لا. ان انت تتفقي معاه ان انتوا تعملوا فقط خطوه من اول وجديد. يعني مش هنرجع الصبح، لا استنى لما انا احس ان انا فعلا اتغيرت انا كمان، ان انا احاول ان انا افهمك اكتر وانت تحاول تفهمنا اكتر ونشوف نقدر نرجع لبعض ولا لا. يبقى معاكي مكالمات تقابليه تشوفيه، بس احنا مخطوبين. ويستحسن تعملي كده.
اوكي يا دكتور هاخد بالي. خلي بالك لو انت عملت كده انت حتى هتحسي نفسك ان انت من اول وجديد، فده حاجه هتبقى كويسه ليكي جدا. ما هو بيبقى في الفترات اللي زي دي حضرتك يعني بيبقى حلو بقى ولطيف وظريف، لكن ما فترة خطوبة بقى انت اللي هتحيديها شهر اتنين تلاتة المهم هو معاكي، وفي نفس الوقت احنا بندرس بعض او احنا بنشوف عيوب، انا برضو في عيوب، فتقول لنفسك ايه انا برضو اشوف فيها عيوب، شوف انت بتحب ايه وتكره ايه ونعمله، وانت انا هشوف العيوب اللي فيك انا هقولها لك واحدة واحدة، صرحيه بالوجع القديم عشان ينساه خلاص. عشان خلاص بقى احنا لازم ان احنا نبدا صفحه جديده مفيش فيها اصلا خربوش، فلازم عشان تعملي كده لازم ان انت تكوني مرتاحه جوانيا، عشان انت دايما بيبقى في حاجات مكتومه عندك وبتطلع بعد ما الفيس تقع في الراس. لما ساعتها بقى يقول لك انت شايله قديم. انت عامله والموضوع يطلع من الاسد ما بينساش الخيانه. لا ما بنساش فعلا. الاسد بيعدي كل حاجه في الدنيا، كل حاجه في الدنيا الا الخيانه. خيانه والكذب. ما بيحبش الخيانه مهما كان، ما هو الخيانه اساسها الكذب. فعشان كده لازم تعملي كده، فانت لو عملتي كده ولقيت نفسك راجعه مبسوطه ماشي، لقيتي نفسك بتقولي لنفسك لا 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 كده لا، يبقى انت كده خدت القرار، انت كده كده خدت القرار. اوكي. ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ انا عندي ابني الكبير 2/12/2003 برج القوس. 2/12 2003 2003 هو المفروض داخل اولى ثانوي. تمام. فانا هو دلوقتي طبعا فتره مراهقه فسنه تعبني يعني، فاهماني حضرتك؟ فانا مش عارفه السنه الجايه المستقبليه بالنسبه له هتبقى ايه. انا مقدمه له ثانويه عامه ومقدمه له سياحه وفنادق. تمام. فبصراحه انا مش عارفه يعني اختار له اني فيهم اللي يستقر فيها، يعني يبقى له مستقبل فيها بصراحه. انا اقول لك على حاجه، 2/12 هو برج القوس. واحيانا كتير بيبقى بيحب اللعب اكتر من المذاكره. بالظبط. واحيانا بيحب يفتح كتاب، ممكن تلاقي كتاب من الجلده لجلده تلاقيه لسه جديد. بالظبط. فده احسن له عشان هو شخصيه بيحب السفر وبيحب الجري وبيحب التنطيط، ده احسن له اللي انت اخترتيه الثانيه مش الثانويه العامه. سياحه وفنادق. بصراحه. وهيبقى فيها اصحاب كتير، بيحب يصاحب كتير. صاحب كتير وهيبقى شاطر ومتفوق في المجال ده. حقيقي؟ حقيقي. لكن الثانوية العامة هيجيلك معقد وهتحسيه ان هو من جواه مش حابب الموضوع ده. فهو لو الاختيار في ايدك، لو في ايدك انت الاختيار، انا هقول لك دخليه سياحة وفنادق، ومنها هو ذات نفسه هيطلع ان شاء الله في كلية مشرفة في حاجات كويسة احسن كمان ما هو، لان هو مش غاوي حفظ، مش غاوي مذاكرة. هو غاوي ان هو بالعكس بيحب الانطلاقه، والثانويه دي فانطلاقات، تعال نعمل كذا وتعال نعمل كذا، هو بيحب الحاجات اللي فيها حاجه غريبه. كذا شوفي يا ماما هنعمل ايه، شوفي يا ماما هنعمل ايه، فهو ده حلو حلو حلو. فكويس جدا ليه، كويس جدا. يا رب ربنا يهديه يا رب، انا بطلب من ربنا يهديه شويه ان شاء الله باذن الله. وانت ما تقلقيش ان شاء الله كل حاجه هتتظبط وللاحسن كمان. وانت ما تقوليش نفسك انت غلطتي، بالعكس انت خدت القرار الصح. وإذا كان هو بدأ إن هو بينفصل فهو انفصل وهو ندمان، فما تفكرش إن هو مرتاح. هو مش مرتاح يعني؟ لا. يعني هو مش مرتاح، مفيش حاجة في حياته بقى وكده؟ لا مفيش حاجة في حياته، حتى لو في حاجة في حياته وقت هو قافل الصفحة خلاص. لأن حاسس إن حياته اتدمرت، حياته الأساسية اتدمرت. اتدمرت. ده حقيقة. شكرا يا دعاء، وطمنينا عليكي ضروري، إن شاء الله هستناكي. فهنرجع بقى نتكلم على زي ما قلنا الاكاذيب اللي طلعت ان حواء وحامل الثعبان. حواء طبعا عشانها سيده، حامل الثعبان اللي هو الرجل، البرج اللي واقع بين برج العقرب وبرج القوس، الفتره اللي فيها برج العقرب وبرج القوس بيبقى ايه، هو مش متسامح، بيبقى ده اللي هم كانوا بيقولوا عليه، بيبقى راجل مش متسامح، بيبقى راجل عصبي، راجل عارف بيعمل ايه، رزق كتير بين ايده وبينه وبين نفسه، بيحاول ان هو يتحمل حاجات كتير، بيراجع نفسه كتير. ست الحواء دي بتحاول ان هي تشوف نفسها ايه، بتفرض نفسها على نفسها، عندها ثقه في نفسها مش على حد، كل ده مش موجود له صحه في الكلام خالص. احنا زي ما قلنا لو انت حاسس بتغيرات فجائيه كده، انت بقيت برج بدل ما كنت حوت بقيت حمل، بدل ما كنت حمل بقيت جوزاء، فهنشوف. معانا زينب. ازيك يا زينب؟
وطي التلفزيون شوية يا زينب عشان مش سامعاك خالص. ألو؟ أيوة يا زينب، ازيك؟ ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله تمام. ماشي حاضر، معلش. قولي يا حبيبتي معاكي. لو سمحتي معلش، كنت عايزة اسألك بس، كان خطيبي 28/8/96 وانا 28/8/95 95 وانا 26/7/97 دلوقتي حبينا في مشاكل، فانا مش عارفة بينكو في مشاكل، بينكو في مشاكل يا زينب؟ ايوة في بينكو وبين بعض مشاكل. او في مشاكل درجة اللي هي ادت الانفصال، بس احنا مش اخذين القرار، ولا انا ولا هو اخذين القرار. طب المشاكل دي من عندك ولا من عنده؟ المشكلة كنت انا السبب فيها. في ايه؟ المشكلة انا السبب فيها. انت دلوقتي الواضح السبب فيها انت، بس هو اللي اخذ القرار يا زينب مش انت. نعم، يعني هو اخذ قرار البعد مش انت. هو اخذ قرار الانفصال مش انا، بس لما برجع نتكلم بيقول لي لا سيبيني افكر. هو من جواه مقفول، وانا محذره برج العذراء السنه دي بيحاول يقاطع. خلاص مقاطع مقاطع مقاطع، ده حله تصبري لدخل التسعه، شهر تسعه، شهر تسعه بيبدا ان هو يتراجع في قراراته شويه. تبداي تعزلي الفتره الثمان شهور اللي فاتوا دول كان كلها مقاطعه وبيسامحش، بيحسسك كانك بصي عمل لك من الحبه دي حبه، خليها لك قبه كبيره. وليه وعشان ايه وازاي والشك، ومشكلته ان هو كمان بدا ان هو دماغه تودي وتجيب. انت الفتره دي فعلا زي ما قلت في عندك، انتي عندك اخبار من نهايه تسعه كويسه جدا. هو هيبدا يتراجع، وممكن انت تحاولي تكلميه في الموضوع ده في شهر تسعه، تكلميه في موضوع الرجوع، هيبدا يبقى فيه تحسنات، لان زي ما قلنا برج العذراء هيبدا في حاجه من الاثنين، يا يرجع لقديمه اللي هو انت، يبدا يلتفت لحاجه جديده. سامعاني يعني يا زينب؟ هو يرجع في بدايه شهر 9 يا ان شاء مضايقة. الله في 9 عدى اسبوع، ما بقاش البدايه، عدي شويه كده من شهر 9 وابداي تتكلمي معاه وبهدوء كده، صدقيني ان شاء الله الموضوع فيه رجوع. يعني انت معاكي رقم 20، ربنا هيبقى واقف معاكي، لان يعني رقم 20 دي مهما وقعتي يا زينب ربنا بيفكها معاكي، وتقفي على حاجه صلبه، انما تقفي يعني على رجل صلبه، مش هتبقي انت واقفه حاسه نفسك انت مهزوزه او واقفه في مركب راحه جايه، لا ربنا هيكرمك باذن الله الفتره اللي جايه، بس ما تكلمهوش في الثمان ايام دول خالص. يعني ما كلموش، ابتدي ان انا اكلمه اول 9؟ تبداي تكلميه من 9 ان شاء الله، من 9 ان شاء الله، وحاول انت بقى ايه بهدوء كده وما تحاوليش تنهي الموضوع، بعدين انت عندك العزيمه ان انت راجعه للشخص ده، حاول انت بقدر الامكان تسترديه وتحدي بينك وبين نفسك ان انت ما تحاوليش تزعليه تاني. طيب جدا تمام، يعني قليل جدا بس ما فيش رجوع اللي هي الثمان ايام دي، لما انا افكر ان انا اكلمه افكرها بدايه 9. انت عايزه تكلميه كانت كنت بتكلميه ازاي، لو انت بتطمني عليه وكده ماشي، عشان ما يقولش انت قطعت برضه. لكن نتكلم رجوع، لا رجوع تخليكي في 9، رجوع خليكي في 9، هو هيرجع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب كنت عايزه اسالك، والدتي بالنسبه للصحه 15/8/15/11 ايوه 71 منطق 15/11، وعلى فكره برج العقرب تعبان، وبرج الاسد تعبان، ابراج التعبانه فعلا، وبرج الدلو كمان، وبرج الاسد وبرج الدلو والدلو كمان، برج الدلو منطق 15/11 تعبانه مضغوطه وزعلانه على اللي بيحصل ومش عارفه تعمل حاجه، برغم ان هي احساسها بيبقى قوي جدا، احساسها بيبقى قوي، طيبه جدا وحنينه جدا، بس تعبها النفس مأثر على عضو عندها، يعني كعضو، لان بالابراج دي كنفسيا مأثر عليها كعضويا، حتى تلاقيها مش قادره تمشي، مش قادره تروح وتيجي، ممكن تلاقي القولون، ممكن تلاقي الضغط، ممكن تلاقي الصداع العصبي اللي بتكلم فيه، مرة ضغط عالي مرة عالي. ايه كنت عايز اسال برضو على اخويا 9/5/2007 بالنسبه للتعليم السنه الدراسيه. لا هو اخوكي ده شاطر. نعم شاطر 9/5، بس وجه دماغه دي للمذاكره مش للعب. يعني هو كان في الدراسه كويس، هو بصراحه دماغه نظيفه، يعني لو ذاكر هيبقى شاطر جدا.
تمام. واخويا برضو التاني 3/5/95 بالنسبه للعمل والجواز وكده. انا ما انكرش ان كان فتره صعبه عليه، كانت فتره فيها تقلبات شديده لبرج الثور. المفروض اخوكي برضو من الشهر الجديد ده، شوف بقى هو عايز كعمل هيبدا في شغل جديد، عايز راحه نفسيه كارتباط خليه من الشهر الجاي، لكن الشهر ده لا، الشهر ده لا. وبعدين في عنده حاجه قديمه كان بيستناها، ممكن يكون واحده كان بيحبها او حاجه. ايوه فعلا كان في ارتباط وما حصلش نصيب. ممكن يرجع له تاني، ممكن يرجع تاني الشهر الجاي، يبقى طيب. في حاجه متاجله معاه ان هي كان حاجه ما حصلتش، بس عنده الربع الاخير من السنه ده بتاعه هيبدا في حاجه كمان هو هيفرح بها قوي ان شاء الله، ربنا يكرمه باذن الله. طب معلش كنت عايزه اسال والدي على والدي برضو ب 21/7/67 بالنسبه للرزق والحاله الماديه. بصي 21/7 زي ما احنا اتكلمنا في اول الحلقه، في حاجه اسمها وقع بين برجين، باباكي وقع بين برج السرطان وواخد برضو صوت من الاسد، بس هو واخد من السرطان اسد. في شيء لله زي ما بيقولوا، عنده يعني حاجه لله كده بيحس بيها. هو الفتره دي مكتوب تحس ان هو عايز يفرقع ومش عارف يفرقع ازاي، ماسك نفسه بيحاول ان هو يهون على نفسه، بس هو تعبان، هو كمان مضغوط قوي. فانا بقول لك ان شاء الله المفروض الرزق والكلام ده والحاجات دي المفروض من اخر الشهر ده ربنا ان شاء الله هيفكها عليه كفلوس، هيبدا يفكها. وعنده حاجات اخبار حلوه في شهر 10 في شغله، كشغل في شهر 10، وكرزق ان شاء الله من اخر الشهر ده باذن الله ان شاء الله ربنا يفكها عليه. طيب تمام. وانا حضرتك زي ما قلت لي اللي هو موضوع خطيبي دوت، يعني ايه على اكلمه على اول 9؟ وطمنين عليكي ضروري. شكرا يا زينب، وهنستنى ان شاء الله منك الرد باذن الله. فاحنا كلنا النهارده عرفنا معلومات اللي هي معلومه من 20 21 22 23 قلناهم بين البرجين، ومعلومه حامل الثعبان وكوكب، وكمان برج الحواء ما فيش ولا حامل الثعبان ولا حواء ولا كوكب الجديد اللي الناس كلها بتتكلم عنه ده، ما فيش الكلام ده خالص 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 ولا له اي صحه من الاحداث اللي احنا بنتكلم فيها. والابراج دي بالنسبه لنا احنا بنعرف انها تعريف الشخصيه، وبنحاول ان احنا نغير في الشخصيه اللي قدامنا، او ازاي تعملي كذا وعشان كذا، وازاي نغير من المناخ اللي احنا فيه او الضغوط اللي احنا فيها ازاي، كل ده برضو بالحسابات وبالارقام بتاعتنا من تاريخ الميلاد. في ناس تقول لي في معلومه ثالثه بقى، في ناس بتقول لي يا ترى لو انا عايز اعرف الحظ او ارقام الحظ بتاعتي انا اعرفها ازاي؟ معانا اتصال وبعد كده نكمل. رحمه. ايوه. ازيك يا رحمه؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي. كنت عايزه اسال على 22/2/1999. 22 كام؟ 2. ايوه. 1999. تسال على ايه يا رحمه؟ على ارتباط. على ايه؟ وعلى انا قلت تاريخين. طيب قولي لي. والتاني 1/5/2002. ده واحد ودي واحدة؟ اه. طب عايز تسأل على التوافق بينكم وبين بعض ولا ايه؟ اه. تمام. انت 99؟ لا هو 99. تمام ماشي. وايه تاني؟ عايز تعرف ايه تاني؟ العلاقة يعني متوافقة مع بعضها ولا لا؟ طيب 22/2 هو برج الدلو وبرج الحوت، يعني واقع بين البرجين دول دلو وحوت. 1/5 انت برج الطور. تمام. انت مش مبسوطة، متضايقة، مخنوقة، فيك حاجات كتير ما بتتكلميش. برج الحوت ومعاه الدلو ده كان ارقامه بتقول ان هو كان يا اما كان مضايقك، يا اما كان في يا اما كان في عندك حاجه كانت مضايقاكي خانقاكي، كان منه كان في حاجه انت مضايقاكي وخانقاكي. هو مشكلته ان هو طيب جدا، وبصي ما اقولكيش، بس هو بيبعد ويقرب، يعني فاهمه، هو بيبعد ويقرب. فانا برضو عايزاكي، برج الطور مش مرتاح، يعني قلنا برج الطور مش مرتاح الفتره دي،
انا عايزاكي تصبري، لو صبرت هتنولي، يعني حاولي تصبري على البرج ده، هو طيب وسنه الميلاد بتاعته طيبه جدا، بس انت كل عايزه صبر، شويه صبر، لان في توافق بينك وبينه كبير، في توافق بينك وبينه كبير، تصبري عليه عشان الدنيا ايه تمشي زي ما بيقولوا، او انت تفهميه وهو يفهمك، لان يعني الطور دايما مستعجل او مش عارف هو عايز ايه الفتره دي. ماشي يا رحمه، وطمنين عليك. في رساله جات لنا على صفحه الفيسبوك للقناه، انا كريمه مواليد 15/12/72، حياتها صعبه جدا، وهل هناك انفراج وتحسن من كل ناحيه؟ هي دلوقتي 15/12/72 هي بتقول ان هي تعبانه، ويا ترى في تحسنات جايه ولا مش جايه. انا بقول 15/12/72 انا عارفه ان كان عندك ضغوط، ومن شهر 6 كمان كان في ضغوط كبيره قوي، وعرفت عدوك من حبيبك، وده شيء ما يزعلكيش، لان انت المفروض 15/12 ده مخليك الشهرين دول عرفت كتير قوي قوي قوي، وبدات ان انت بتتعرضي لحاجات قريبين وناس بعاد جدا عنك، ان انت بتشوفي الحلو وتشوفي الوحش، وده مش وحش، لان انت داخله على حاجه كويسه الربع الاخير من السنه، فتبدا الدنيا تظبط معاك. انت سنه بسنه القوس كانت مضغوطه، ان انت بيعرفك عدوك من حبيبك عشان تخش السنه وانت، او تخرجي من السنه الجديده دي وانت خلاص عرفتي ده هيبقى معانا، ده مش هيبقى معانا، ده كويس معايا، ده مش كويس معايا. فده بالعكس، الواحد لما يعرف الانسان على حياته ده خير مش شر، لما تحسي بالتعب وتحسي ان ده ما يستاهلش ده خير مش شر. دايما المرايه شفتيها قدامك كانك شايفه نفسك، الحاجات دي كويسه مش وحش مش وحش. فان شاء الله باذن الله اللي جاي باذن الله باذن الله هيبقى احسن، وتطمنين عليكي المره اللي جايه. معانا اتصال من كريمه. الو. ايوه. ازيك يا كريمه، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا حبيبتي. عايزه اقول لك على تاريخ ميلادي 7/3. ايوه. الله يخليك. سنه كام؟ 7/3/85. 75؟ 85. 85. وجوزي 21/1. ايوه سامعك يا كريمه. 20/1 سنه كام؟ 91. 81. 81. عايز اسال على ايه يا كريمه؟ على التوافق وعلى الرزق وعن الحاله الصحيه. شوفي يا كريمه، هو انت 7/3 برج الحوت، وست الحوت دايما بيقولوا عليها ست قويه وست جدعه جدا، وست دايما عندها استعداد ان هي تعمل حاجات كتير قوي وهي بتتكلمش، وده صفه فيكي كويسه قوي. 20/1/81 ده واقع بين برج الجدج وبرج الدلو. يعني الجدج ودلو، وجدي كان مضغوط الفتره اللي فاتت، يعني جيت تبص تلاقي هو كان مضغوط قوي الفتره اللي فاتت، مش عارف حتى هو يحل مشاكله، يعني هو كان عنده اي حاجه مش عارف، بقى صامت ومش عارف هو عايز ايه. فانا بقدر اقوله لك ان انت التوافق بينك وبينه مش وحش، انت اللي محتوياه، كمان انت عندك احتواء محتوياه، لكن في ضغوط الفتره اللي فاتت دي عندك وعنده، كان في ضغوط جامده قوي الفتره اللي فاتت، وكان في عندك حاجه انت مخلياكي تفكري في الماضي، او مخلياكي ان انت تفكري في حاجه، كان عندك حاجات كتير، بس بدات ان انت تهدي الفتره اللي جايه دي، في هدوء نفسي. في هدوء نفسي، يعني في حاجات كويسه الفتره الجايه، وخصوصا ارقامك 7/3، يعني انت 7/3 ارقامك دي مهما حاولتي ان انت تضغطي على نفسك او تحسي ان انت مضغوطه بتفك معاكي الدنيا، بتفك معاكي مره واحده. شكرا يا كريمه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.